شباب حفل تكريم لهؤلاء الرياضيين الذين شرفوا الراية الوطنية، وبالمناسبة الفريق الوطني والفريق الوطني العسكري لرياضة ألعاب القوى حاليا في تربص مغلق بولاية برج بوعريريج، ويمتد إلى غاية يوم 14 جونفي 2023، وذلك تزامنا مع تنظيم ولاية برج بوعريريج للمهرجان الدولي لرياضة ألعاب القوى. نشكر السيد الوالي ولاية برج بوعريريج على الالتفاتة الطيبة التي إن شاء الله راح تحفزنا إن شاء الله باش نكونوا في الموعد، أولا قبل كل شيء يوم السبت القادم إن شاء الله باش نكونوا في الموعد، كذلك التحضير مختلف المنافسات الوطنية الدولية سواء المدنية أو العسكرية. هدفنا واحد وهو رفع الراية الوطنية عالية للتشريف إن شاء الله الجزائر.